العمر ولا مرة كان مشكلة بالنسبة لك سماح؟ لا، رقم مثل ما حكينا بداية البرنامج هو أصلا على الكل، أصل ما حد يعني لو في حد يعرف يقاومه أو يقدر يوقفه يبقى عندي مشكلة بقى، اشمعنى أنا؟ إنما لا، ده على الكل، ده على الكل. لا لا، في ناس بتقاومه مظبوط يعني وبترفض، يعني بتقول لك ده كبر. طب أنت ما كبرتيش؟ كلنا بنكبر. ودي حاجة حلوة على فكرة، دي حاجة يعني نعمة زي نعمة الشباب بالظبط. بس احنا بتخافي يعني من التقدم بالسن، من الشيخوخة؟ لا، بخاف ان انا ابقى محتاجة مساعدة وما الاقيهاش في حركة، في ان انا اقوم اعمل حاجة، إن يعني ده اللي بيخوفني. اخاف ان انا امرض مرض يبقى عبء على اللي حواليا. طبعا يعني اتمنى الموت قبل ده ما يحصل طبعا، ولانه هتبقى سعادة ليا وللاخرين. انا بالنسبة لي موت سعادة، فبالنسبة للاخرين اذا كان في حد يعني مش يعني هيبقى متضايق، فمن باب اولى انه ما ضايقوش قبل ما امشي يعني. يعني في السريع كده. اللي في نفسك تعمليه اليوم؟ ارجع سماح انور للمكان اللي انا اعتقد ان هي تستاهله، وهي كانت سبب انها ما وصلتوش قبل كده، أي مكان. او ما حافظتش على وصولها فيه. اي مكان؟ المكان الفني. كنجومية عم تحكي يعني ولا؟ كرضا عن نفسي كفنانة. لأن أنا ما أعرفش، أنا النجومية دي مش في إيدي عشان أقررها. بس أنت عندك مقومات لأنك عشتيها. أنا فاهمة، بس أنا أقصد إنه النجومية دي اللي بيعملها السوق أو شباك التذاكر، مش النجم. لكن الـ أنا بتكلم فنياً، إن أنا عاوز أعمل الشيء اللي كان نفسي أعمله لسماح، بس ما كانش عندي الايمان الكامل بيها ان انا اقف ورا سماح فعلا واصر على اللي انا عاوزه. بدور يعني معين عم تقصدي؟ مكانه فنيه بشكل عام، بعمل كانتاج يعني، اعمال يعني وادوار وتوجه فني بشكل عام يعني. حتى بالنسبه لي التمثيل جزء من الحكايه، مش هو ده الموضوع يعني. مش عايزه الناس لما تفتكرني تفتكر دور انا عملته، انا عايزه الناس لما تفتكرني تقول والله الست دي كانت هايله لانها فكرت في كذا وعملت المشروع الضخم ده، مع ان كان المفروض الدوله تعمله او حد يعمله او يعني. هو في مشروع بدماغك على شكل كبير واعتقد انه هيكون يعني ليجاسي مهم انا محتاجاها لسماح. ان شاء الله. ان شاء الله.